السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، يا ربي امين. غادي نبداو الفيديو ديال اليوم. غادي نبداو بواحد الحريشات صغارين في الفران، كيجو رائعين وزوينين وهشاش. بالنسبة واخا تشوفهم بحال هكا، راه كيجو رطيبين حيت فيهم السميدة. بالنسبة للشكل ديالهم كيجي بحال البهلة، تقدروا تقولوا بحال البهلة مخدومة بالسميدة. كيف ما كتشوف الشكل ديالهم هم مقسومين، تيجو رطبين من الداخل ومحمرين. المهم انا غادي نقول لكم الطريقة والمقادير في الفيديو، وحتى الوقت ديال الطياب وكيفاش غادي يطيبوا هاد الحريشات في الفرن. المكونات اللي غادي نحتاجو ولا المقادير هما كتشوفهم. غادي نقول لكم 500 غرام ديال السميدة رقيقة، ولا نص كيلو ديال السميده الرقيقه. السميده اللي كادي تستعملوا في البسبوسه، السميده اللي كنديروا في البسبوسه كاين اللي كيدير الغليظه وكيخلطها مع الرقيقه. حنا عندنا اليوم غير الرقيقه الناعمه. عندنا كاس الا ربع ديال السنيده، انا عملتها هنا في زليل فات صغار. المهم نتوما غادي ديروا كاس ديال العنبه الا ربع، يعني كاس ما عمرش ديال السنيده، وهنا كاس ما عمرش ديال الزيت، حتى هو درته في زليل فات صغار. هنا شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره حبوب، الخميره المعجنه. الا عندك ديك الخميره المعجنه ديريها، ما عندكش ديري هاد الحبوب اليابسه، كنقولها حبوب او اليابسه، كل واحد كيف كيقول ليها. عندنا جوج خميرات ديال ازا، جوج فاني ديال ازا. بالنسبه للطحين عندنا واحد الكاس عامر، كاس ديال العنبه عامر ديال الطحين، طحين البيض، طحين ديال الفورس، وشويه ديال الشكلاط الشعريه او الشكلاط فيرميسيل، وجوج كيسان ديال الماء، اولا كاس ديال العنبه عامر وكاس لاروب ما عمرش. غادي ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. كيف ما كتشوفوا هما المقادير كلهم وجدتهم. غادي نخلطوا كل شيء هاد المقادير، غادي نزيدهم على ديك السميده. كنديروا السميده في شي بول ولا في شي بانيو ولا شي حاجه بحال هكداك، كنزيدوا عليها السنيده، نزيدوا فاني الخميره الحمراء، كنخلوها هي التاليه، هذيك هي التاليه هي والزيت. كنزيدوا شويه ديال الملح، شويه ديال الخميره، نزيدو الطحين ونبداو نخلطوه. كنخلطو الخليط، إنا هو شيف دابا اللي كنخلطوه، كنخلطوه غير شويه. الطحين تيكون مغربل، حتى لما غربلتوش يكون فيه دوك الكويرات، خاص يكون مغربل مزيان باش ما يعذبناش الخلاط. نزيدو الزيت، كاس الا ربع نزيدو الزيت، كنخلطو مزيان حيت داك الزيت هو السر، يعني كيبسس لينا هاديك الحريشات الصغار، كيدخل معاهم مزيان وكيعطي واحد القرمشة، واحد المذاق زوين. الخليط غير كنرملوه بصبع ديال يدينا. ديال العجينه بحال هكاك ونجربوها باش نشوف واش خاصها الزيت ولا لا. وصلنا دابا المرحله ديال الماء، غادي نزيدو الماء بحال هكاك، ماشي ندلكو ولا نعجنو، غادي هي نخلطو شويه حيت هي ما كتحتاج لشي عجين ولا دلك. الحرشه اللي في الفران او الحرشه العاديه فوق البوطه ما كتحتاج لا دلك لا حتى حاجه، غير بحال هكا كنخدموها باش تجي زوينه، ما تخسرش لنا العجينه. في هذه المرحله غادي نزيدو جوج خنيشات ديال الخميره حمراء،
كنخلوهم حتى تلات، كنزيدوهم باش يتفاعلوا مع الخليط. الخليط ديال البسبوسه تيكون في اللول جاري وشويه كيبقى حتى تينشف، حيت هي السميده دغيا كتشرب. واخا تبان لكم شربات وداكشي راه مزيان باش تكور مزيان وتعطي نتيجه ان شاء الله مزيانه. غادي نقسموا العجينه على جوج، واحده نخلو عادي بحال هكذا، والخليط الثاني غادي نزيدو عليه الشعريه فيرميسيل او عفوا الشكلاط فيرميسيل او الشكلاط شعريه، او لو بغيتو ديروا الخليط الثاني فيه النافع ديروه، على حسب اللي عندكم، على حسب الموجود وعلى حسب الذوق ديالكم. هنا وصلنا للمرحله قبل الاخيره، كنحتاج شويه ديال السميد الناعم اللي خلطنا به البسبوسه ديالنا او عفوا الحريشات ديالنا، الخليط الاول العادي والخليط الثاني ديال الشكلاط. كنشدو كل خليط كنديرو منه غريبات، كنكوروهم وكنديروهم في هاد السميده وكنحطوها في واحد لاطا او الطاوه. الطاوه كندهنوها بالزيت او لا ورق الزبده اللي عندك، ورق الزبده يستعملوه او لا بابي كويسون اللي عندك تستعمليه. هاد الحريشات في الحقيقه كيكونوا هما كبار شي شويه، ما كيكونوش صغار بحال الغريبه، كيكونوا كبار، ولكن نتوما لكم الاختيار، بغيت ديرهم صغيورين، بغيت ديرهم كبار متوسطين. انا قلت لكم الراي ديالي، الاحسن ديرهم شويه كبار باش يعطوا داك الشكل ديال الحريشات. الحريشات ديالنا هما طابو تحمر من الفوق ومن التحت، كندخلوهم الفرن على درجة حرارة تقريبا 170. اولا غادي يتشققوا من الفوق، غادي تشعلوا لهم الفوق يطيبوا غير شويه، غير حتى يتشققوا، ماشي يطيبوا غير يتشققوا، غادي يبقاو بيضين. من بعد غادي تشعلوا لهم التحت ويبقى الفوق والتحت مشعل تقريبا 15 دقيقه، درجه الحراره 170. ها انتما كي تشوفوا بالنسبه للمذاق، راه ما نقول لكمش كي داير، تيجيو هشاش ورطيبين محمرين طايبين ما خضرين ما حتى حاجه. انا ما كيعجبونيش بزاف الحرشه، ولكن هذه تيقوني بانها كتجي رائعه، كلشي فيها مضبوط، المقادير، طريقه التحضير، بالنسبه للطياب ديال الفرن راه كلشي مضبوط. وبصحتكم وراحتكم، وشكرا لكم، شكرا على التعليق الزوينه، على اللايكات، وعلى الانضمام للقناه ديالي، على المشاركين تبارك الله اللي كيتزادوا عندي. والله يحفظكم ليا، وشكرا، شكرا بزاف، سلامة.